على هامش زيارة الرئيس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، التقى السيد الرئيس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت حرصها على التواصل المنتظم معه في ظل كون مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي، مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات. من جانبه رحب الرئيس السيسي باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معربا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدا الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارة سيادته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي، وحرصها على التواصل المنتظم مع سيادته في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.